بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تخليد الذكرى الثالثة للاستشهاد الأخ كمال العماري، كنتسنى شاركت واحد الوقفة اليوم ديال الذكرى قدام محكمة السيناف، عفوا محكمة الابتدائية بتازة، لكن التدخل كان ديال القمع ديال جميع الأصناف ديال البوليس والأنواع ديال الأمن حال دون تنظيم هذه الوقفة، مع العلم أنها كانت وقفة سلمية ورمزية ومخلدة للذكرى فقط، كان فيها تدخل همجي وجميع أنواع ديال القمع العصي بالهروات بالضرب إلى آخره. تعرضت على إثر هذا التدخل لمجموعة ديال الضربات في الظهر ديالي وفي مجموعة المناطق من الجسم ديالي، نقلت على إثر المستشفى واستمر التعسف والحيف حتى داخل المستشفى، تبعوني الناس ديال الأمن بحيث كانت التوصيات ديالهم كتشير اتصل يهضر مع الطبيب خلو صايب له كذا ديال شي إبرة، ولكن ما تعطاش هذا الطبيه لا والو، بمعنى كان هناك واحد النوع من التواتر حتى في المستشفيات كانت متابعه، وهذا هو المشاركه ديالي كانت كتشكل.